طيب احنا المرة اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا على توبيك اسمه الاوثنتيكيشن، تمام؟ الاوثنتيكيشن، كلمة اوثنتيكيشن ده كلمة عامة سواء في الفاير وول او في السيرفرز او في اي حاجة، معناها ان انت بتتأكد من الشخص اللي مسموح له ان هو يدخل او لا على السيرفر او على الفاير وول او على الديفايس، تمام؟ فانت عشان خاطر لو انت عندك سيرفر او انت عندك فاير وول، مش اي حد يدخل على الفاير وول ده او مش اي حد يستخدم السيرفيس ديت، فلازم تعمل اوثنتيكيشن عشان تتاكد ان الشخص دوت هو اللي مسموح له ان هو يدخل. في طرق كتيره، تمام؟ اشهرها انت بتدخل يوزر نيم وباسورد، تمام؟ طيب الاوثنتيكيشن في الفاير وول كنا بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها في حاجتين، يا اما ان انت تمانج الفاير وول نفسه، يعني انا دلوقتي لما باجي ادخل على الفاير وول بدخل يوزر نيم وباسورد كادمنستريتور، اوكي؟ فدي اوثنتيكيشن. طيب حاجه تانيه هحتاجها في الكابتف بورتال زي ما هنشوف، لو انا عندي ناس جوه ورك جروب مثلا وعايزهم ياكسسوا الانترنت عن طريق يوزر نيم وباسورد، لو انا في فندق مثلا او في مطار، دي اوثنتيكيشن. لو انا عندي في بي ان، فمش اي حد معاه الاي دي بتاع الفاير وول هيكونكت في بي ان، لازم يوزر نيم وباسورد وهكذا. فالاوثنتيكيشن بنستخدمها في حاجات كتير. طيب سريعا، احنا اتكلمت في المحاضره اللي فاتت وقلت في عندنا يا اما لوكال اوثنتيكيشن يا اما اكسترنال اوثنتيكيشن. اللوكال ان هو بيبقى متسيف اليوزر نيم والباسورد على الفاير وول، اوكي؟ زي ما انا دوت اللي انا كنت مكريته في المحاضره اللي فاتت. اكسترنال ده بيبقى الفاير وول بيكونكت على سيرفر تاني بيأوثنتيكيت منه، زي ال داب، زي التكاكس، ريدياس، كيربوس وهكذا. او لو عندي مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، تمام، بستخدم مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، بخلي اليوزر يدخل يوزر نيم وباسورد وبعد كده يبعت له كود مثلا على الموبايل بتاعه، زي ما احنا بنعمل مثلا لما تيجي تلوجن مثلا من جهاز جديد مثلا على الابلكيشن او على الفيسبوك او على جوجل وهكذا. طيب بعد ما بتعرف الاوثنتيكيشن ميثود بتعمل حاجه اسمها اوثنتيكيشن بروفايل عشان خاطر تعرف الفاير وول ازاي يستخدم الاوثنتيكيشن ديت او باني شكل، تمام؟ انا كنت جربت في المثال في المحاضره اللي فاتت ثلاث انواع من الاوثنتيكيشن، لوكال واستخدمت ال داب والكيربوس، اوكي؟ دول اشهر ثلاث انواع. ممكن تستخدم الريدياس والتكاكس والاس ام ال الثلاثه بنفس الكونسيبت، اوكي؟ برضه هتلاقوه في الفيديو. طيب اوكي، في حاجه انا يمكن ما قلتهاش في المحاضره اللي فاتت، انا دلوقتي لو عندي كذا ميثود للاوثنتيكيشن، اوكي، ولو عندي يوزر ممكن في بعض الاحيان بالذات الادمنستريتور بيستخدم يعني موجود في الكذا ميثود ديت، يعني يقدر يأوثنتيكيت بكذا طريقه. طيب الفاير وول هيأوثنتيكيت او هيجيبه من اي طريقه او هيأوثنتيكيته من اي بروفايل؟ في حاجه اسمها اوثنتيكيشن سيكونس، تمام؟ بتكريت اوثنتيكيشن سيكونس تقول الفاير وول والله اول دي برضه مش مهندس علشان الاوثنتيكيشن، يعني مين اللي هيدخل على الفاير وول وكده؟ الفاير وول او السيرفيس زي الفي بي ان او انترنت، اوكي؟ السيكونس ديت لما بيكون عندك كذا اوثنتيكيشن بروفايل، تمام؟ عندك ال داب، عندك كيربوس، عندك تكاكس، عندك ريدياس، تمام؟ طب الفاير وول هيبص على انهي واحد فيهم؟ فانت بتقول له والله بص لي الاول، بص على ده الاول وبعدين بص لي على ده الاول وهكذا، فاهم ازاي؟ وبتحددهم طبعا ايه اب وداون على حسب ايه زي ما انت عايز، يعني انت ممكن يكون عندك اصلا كذا ميثود فانت عامل مثلا ريدندنسي، او انت كراجل سيستم ادمن مثلا عامل ريدندنسي مثلا، اوكي؟ فانت هتقول له والله ايه بص لي على ده الاول، ولو ما ردش او ما عرفتش تاوثنتيكيت بص لي على التاني، بس هي مجرد اوبشنال، اوكي؟ انا بس ايه حبيت اقول عشان ايه ما توش في المحاضره اللي فاتت. طيب ده الاوثنتيكيشن، اوكي؟ انا بستخدمه عشان خاطر اوثنتيكيت او اتاكد من الاشخاص اللي ليهم صلاحيه ان هم يعملوا حاجه معينه. ايه هي الحاجه المعينه ديت؟ من ضمن الحاجات انه ياكسس الفاير وول، تمام؟ مش اي حد او مش اي اي تي معاه الاي بي بتاع الفاير وول ياكسسه، تمام؟ من ضمن الحاجات الفي بي ان، من ضمن الحاجات الانترنت. احنا شفنا في المحاضره اللي فاتت لان كان مثال اللي كان قدامنا ازاي تاكسس الفاير وول لو انت مثلا باليوزر نيم والباسورد بتوع الادمنستريتور او بتاع الاكتف دايركتوري. يعني احنا هنا انا بخش باليوزر اللي اسمه ايه مصطفى اللي متسيب لوكال على الفاير وول، لا انا هنا ايه في المحاضره اللي فاتت جربت يوزر تاني اسمه اي تي مانجر موجود على الاكتف دايركتوري،
فانا كاي تي معايا يوزر في الاكتف دايركتري، انا عايز استخدمه، مش عايز اعمل يوزر تاني جديد بباسورد جديده والكلام ده كله، لا انا هو ايه يوزر واحد تمام. فدوت ان شاء الله لما تشوف المحاضره هت ايه هتشوف ازاي تعملوها. طيب فدي طريقه.